نساله ان يظلنا بظل عرشه الكريم. نصلي ونسلم على من هدانا الى الصراط المستقيم ودلنا على المنهج القويم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. شاب نشا في عباده الله. لم تؤثر عليه حظوظه وشهواته ورغباته ودنياه وما فيها بل ترك كل ذلك واقبل على مولاه ما اعجبه من شاب اصطنعه الله لنفسه واختاره لقربه كما اوحى الى موسى عليه السلام حينما رعاه وكلاه من صغره وطفولته ونشاته فقال له سبحانه وتعالى: اصطنعتك لنفسي وقال له ولتصنع على عيني فكذلك هم الشباب الذين ينشأون في طاعه الله يصطنعهم الله لنفسه ويصطفيهم لذاته فيظلهم يوم القيامه بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله لنا في كل حلقه نموذج من النماذج الكريمه الطاهره الشريفه التي اتصفت بهذه الصفات العظام وهذه الخلال الموجبه للاستظلال بذلك الظلال الوارف الجميل العظيم الكريم الظلال المعنوي الروحاني النوراني في قرب الله سبحانه وتعالى وكنفه ورحمته نأخذ من تلك النماذج عبرة لنا ومثالا لنا ونزداد تعظيما وتكريما لأهل هذه الصفات ومن يحملها فنحبهم في الله ونتعلق بهم ونتشبه بهم إن تشبه بالكرام فلاحوا إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن تشبه بالكرام فلاحوا ونحبهم وأنت مع من أحببت والمرء مع من أحب ونموذجنا في هذه الحلقه هو إمامنا الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع وإليه ينسب ويقال محمد بن إدريس الشافعي وهو من قريش يلتقي مع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد هذا الإمام في عام خمسين ومائة في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وكان مولده في أرض غزة من فلسطين ونشأ وتربى بعسقلان عليه رحمة الله تعالى وقربه ومثوبته وكان ناشئا في بيئة قليلة ذات اليد في أسرة معوزة لا يملكون كثيرا من المال ولا كثيرا من الغناء ربته أمه عليها رضوان الله تعالى واعتنت به وانشاته تلك النشاه الصالحه ما من رجل عظيم الا وخلفه امراه هذا هو محمد بن ادريس الشافعي الذي ربته امه تلك التربيه العاليه العظيمه حملته امه وهو ابن سنتين الى مكه المكرمه واشغلته بالعلم والقران من صغره قال فاخذتني امي الى المعلم لكي يعلمني شيئا من القران والمعلم يريد اجره لكي يتقاضاها مقابل التعليم فأم الشافعي لا تجد مالا تكافيه به لا تجد شيئا تعطيه المعلم فاتفقت مع المعلم قالت له ابني هذا ذكي ونبيه فأجرته انك اذا اردت ان تذهب الى مكان او ينوب عنك في اداره الدرس واداره الحلقه وتعليم الصبيان فقبل المعلم هذا فكان يتعلم بمقابل العمل رضي الله عنه وارضاه ينوب استاذه اذا غاب عنه فحفظ القران وهو ابن سبع سنين وهو ابن سبع سنين حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في علوم الدين والشريعه لا تسل عن باعه وقدره وعن ما وصل اليه في علوم الدين لا تسل عن طول باعه وعن سعه علمه ومعرفته واطلاعه رضي الله عنه وارضاه حتى ان الامام مسلم بن خالد الزنجي إمام الفقه والتعليم بمكة المكرمة قال له لمحمد بن إدريس وكان يكنى من صغره بأبي عبد الله قال له يا أبا عبد الله أفتي فقد والله أنا لك أن تفتي وسنه كم؟ وسنه خمسة عشر سنة وسنه خمسة عشر سنة بلغ هذه الرتبة العالية في اللغة العربية كان عالي الباع كبير الهمة أخذته أمه فترة من فترات عمره الى قبيله هذيل ايام صغره وشبابه لكي يستقيم لسانه ويتعود على خشونه العيش وطباع العرب الصحاح الفطريه وياخذ من عندهم شيمه ومكارم الاخلاق وحسن المعامله كما اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بني سعد سنه الله التي اجراها على عباده المقربين ان ينشاوا في مثل هذه البيئات الطيبة الكريمة فقال عن سعة باعه في الشعر قال فجمعت اشعار هذيل وجمعت ما عندهم من لغة ومن علم حتى ان الاصمعي وهو الاصمعي في اللغة العربية يقول صححت اشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن ادريس على فتى من قريش يقال له محمد بن ادريس رضي الله عنه وارضاه عندما اتم الرابع عشر ودخل الخامس عشر وأذن له أهل مكة بالفتية لم يكتفي عند ذلك بالرحالة إلى المدينة المنورة يحكي إمامنا الشافعي عن نفسه يقول له رحلت وأنا ابن أربعة عشر سنة أي أتممتها ودخلت في الخامسة عشر من عمري إلى المدينة المنورة فوجدت شيخا أخذني من الأبطح بمكة إلى المدينة المنورة قال فختمت في الطريق من مكة إلى المدينة ستة عشر ختمة كان يقرأ القرآن قرأ ستة عشر ختمة في طريقه وصل إلى المدينة المنورة فلقي المسجد الكريم والنبي العظيم يقول إمامنا الشافعي فدخلت المدينة يوم الثامن وصليت العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذت بقبره لذت بقبره عليه الصلاة والسلام قال فرأيت مالك بن أنس رحمه الله سبحانه وتعالى واقفا يعلم الناس العلم على في منصته قال فسمعته يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر ويضرب بيده ويشير الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهبته وعظمته هبت مالك وعظمته اسمع ماذا قال الامام مالك للامام الشافعي حينما لقيه في اول عمره قال له يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فانه سيكون لك شان من الشان إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بمعصية الله سبحانه وتعالى يقول الشافعي عندما قعدنا للدرس قال مالك من يقرأ يعني من الموطأ قال فقلت أنا أقرأ فنظر فإذا ليس بين يدي كتاب ويقرأ الموطأ من حفظه عليه رضوان الله سبحانه وتعالى وهو ابن خمسة عشرة سنة ما أعظم تلك النشأة ما أعظم ذلك السمو في طلب العلم عن عوز وقلة ذات يد اتدري ان الشافعي حين كان بمكه كان لا يجد الاوراق التي يكتب عليها العلم كان يقول كان مسكننا بالخيف بوادي الخيف فكنت اذهب واجمع العظام والجلود وبعض اخلاف الورق اكتب عليها العلم وكانت لنا جره في البيت كلما امتلا العظم او امتلات الجلده وضعتها في تلك الجره حتى امتلات جرار من علمه الذي جمعه في ايام صغره رضي الله عنه وارضاه عاش عبدا صالحا تقيا نشا في عباده الله تعالى ثم كان ذلك الامام الذي اعتلى له الشان وعظم له المقام ومن في الدنيا لا يعرف عن محمد بن ادريس وعمله النفيس المبارك العظيم الذي ظهرت عليه علامات القبول والاخلاص عند الله سبحانه وتعالى. ما اعظمه وما اكرمه من شاب نشا في طاعه الله. ايها الشباب قله ذات اليد، الحاجه، الفقر لا يمكن ان تكون عائقا دون الاستقامه والثبات على طاعه الله سبحانه وتعالى. ايها الشباب العلم في الصغر كالنقش في الحجر. تعلموا العلم صغارا يثبت لكم كبارا ايها الشباب الاستقامه المبكره تفضي الى معرفه الله تعالى والقرب منه ومن يقل اني صغيرا اصبر حتى اخاف الله حين اكبر فان ذاك غره ابليس وقلبه مقفل مطموس لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا رحم الله امامنا الشافعي وجمعنا واياه في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله انه سميع مجيب